جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ودولة ماهندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة. وخلال الاتصال تم استعراض ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على أهمية مواصلة تطوير مسارات العمل المشترك والبناء على ما تحقق على كافة الأصعدة، بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويحقق الأهداف المنشودة.